السلام عليكم. كونيتشوا مينا سان، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير وتكونوا بأتم الصحة والعافية. سنة 2020 كانت أكثر السنوات غرابة وبنفس الوقت الأكثر إدهاشاً، لأني ختمت 40 أنمي بغض النظر عن الأنميات المشهورة والتي نزلت بالسنوات الأخرى السابقة. كانت هناك أنميات استمتعت بها كثيراً وأخرى كانت عادية، لكن اختياراتي عند مشاهدتهم لم تكن عشوائية بل انتقائية لأكسب الأفضل بناء على تقييمات مختلفة. ولكثرة الأنميات في هذه السنة قسمتها إلى عدة تصنيفات مع استبعاد الأنميات المشهورة والأنميات التي تجاوزت الثلاث الأجزاء، وأيضا الأنميات التي تأجلت إلى هذه السنة لأن ببساطة لم أكمل مشاهدتها، وأخيرا استبعدت الأنميات التي ذكرتها في سنة 2019. والأنميات مقسمة لخمسة تصنيفات وهي: أفضل 10 أنميات شاهدتها، أنميات تستحق المشاهدة، أنميات قصيرة، أنميات رومانسية، أنميات رياضية، وأيضا بقية الأنميات. الترتيب مبني على رأيي الشخصي من خلال ملاحظاتي وتقييمي للرسم والتحريك والقصة والأحداث. فلنبدأ. في المركز العاشر معنا أنمي نامي ويو كيتيرو. قصة الأنمي تتحدث عن فتاة تدعى ميناري كودا ذات 26 عاما والتي تحب أن تتحدث عن ما بداخلها دون إخفائه، ومن خلال حديثها بأحد الحانات عن وضعها المثير للشفقة انتقل صوتها عبر الهواء مباشرة، رغم أن طاقم العمل بالمحطة كانوا منصدمين وغاضبين بنفس الوقت، لكن حديثها جذب انتباه المستمعين لخيالها الواسع في وصف ما تقوله، ومن هنا بدأت مسيرتها في العمل كمذيعة. تصنيف الأنمي دراما كوميدي سينين ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 14 سنة، ويتكون من 12 حلقة من إنتاج استوديو سان رايز. في المركز التاسع معنا أنمي داروين جيم. قصة الأنمي تتمحور حول كانامي سودو، طالب بعمر 17 عاما تم دعوته من قبل أحد أصدقائه إلى لعبة تسمى داروين، ولم يكن على علم بأن هذه اللعبة محفوفة بالمخاطر حيث يوجد قتال وتحالف للقضاء على الخصم، لكن يسعى كانامي للعثور على سيد اللعبة لكي ينهي اللعبة. تصنيف الأنمي غموض شينين أكشن ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 14 سنة، وعدد الحلقات 12 حلقة من إنتاج استوديو نيكسوس. وفي المركز الثامن معنا أنمي كيميتو بوكو نو سينغو نو سايغو أروي وا سيكاي غا هاجيمارو سينسين، وتعني بالعربي ساحة المعركة الأخيرة بيني وبينك، أو ربما بداية الحرب المقدسة العالمية. قصة الأنمي تتحدث عن حرب اندلعت بين الإمبراطورية المتقدمة علميا مانيبوليس عالم السحرة. بعدها التقى أصغر فارس في الإمبراطورية بأميرة دولة السحرة، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان حيث أن الطرفين كانوا قويين، ومع تسلسل الأحداث انجذب كل منهما إلى الآخر ويأملون في إيجاد حل لهذا الصراع الذي نشب بين الطرفين. تصنيف الأنمي أكشن خيال رومانسي ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 14 سنة، وعدد الحلقات 12 حلقة من إنتاج استوديو سيلفر لينك. وفي المركز السابع معنا أنمي أكوداما درايف. قصة الأنمي تتحدث عن اندلاع حرب حصلت بين الدولتي كانساي وكانتو، ومع استمرار الحرب انهزمت دولة كانساي وأصبحت تحت حكم دولة كانتو، لكن النشاطات الإجرامية لم تتوقف في كانساي وفقدت أفراد الشرطة والحكومة في السيطرة على البلاد، ومن بين تلك الفوضى تم تعيين مهام لمجموعة مجرمين يطلق عليهم اسم أكوداما. تصنيف الأنمي خيال علمي أكشن ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 16 سنة، وعدد الحلقات 12 حلقة من إنتاج استوديو بيرو. أما في المركز السادس فمعنا أنمي نوبلس. قصة الأنمي تتحدث عن حاكم النبلاء كايديس إتراما دي رايزل الحامل للدم النقي، والذي دخل في سبات لمدة 820 عاما، لكن تغيرت حياته بعدما انضم لمدرسة هيران وتعرف على أصدقاء بشريين، وهو من فئة المصاصين الدماء الملكيين ويحمل قوة كافية تمكنه من حماية من يهتم لأمرهم. تصنيف الأنمي مدرسي أكشن خارق للطبيعة ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 17 سنة. والأنمي عبارة عن 13 حلقة، لكن قبلها يوجد 3 حلقات أونا نزلت في عام
2016 ويستحسن مشاهدتها بعد 13 حلقة لأنها تحرق أحداث الأنمي. في المركز الخامس معنا أنمي Tower of God. قصة الأنمي تتمحور حول الشخصية بام الذي قضى حياته أسفل البرج وحيدا، وكان هدفه هو السعي وراء صديقته الوحيدة رايهيل أو رايشيل، لكنها تخلت عنه وتسلقت البرج. لم يستسلم يورو وقرر البحث عنها مهما كلف الأمر، بينما ينتظره العديد من التحديات لمواجهتها. وتدور أحداث الأنمي في برج الحاكم، حيث من يصل للقمة سيمتلك كل شيء مثل السلطة والقوة. تصنيف الأنمي مغامرة أكشن غموض، ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 14 سنة. عدد الحلقات 13 حلقة من إنتاج استوديو تيليكوم أنيميشن فيلم. أما في المركز الرابع معنا أنمي جولدن كاموي الجزء الثالث. قصة الأنمي تتمحور حول المنطقة الشمالية في اليابان، وبالتحديد في هوكايدو. وسوجيبوتو أحد الشخصيات الرئيسية بالقصة، نجا من الحرب الروسية اليابانية في عهد ميجي، وأصبح لقبه سوجيموتو الخالد، وهدفه الحالي هو العثور على الذهب الذي أخفاه المجرم، وبرفقة سوجيموتو فتاة تدعى أسيرابا، ومن هنا تبدأ مغامرتهما في النجاة والوصول إلى الكنز. تصنيف الأنمي مغامرات كوميدي تاريخي، ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 17 سنة، ويتكون من 3 أجزاء لكل جزء 12 حلقة من إنتاج استوديو جينو. في المركز الثالث معنا أنمي باكي الجزء الثاني. قصة الأنمي تتحدث عن الشخصية هانما باكي الذي يمارس فنون الدفاع عن النفس، ويسعى لهزيمة والده يوجيرو الذي يحتل المركز الأول كأقوى رجل بالعالم. ومن الناحية الأخرى ينتظره باكي أقوى 5 سجناء محكوم عليهم بالإعدام، ولديهم قوة غير طبيعية تفوق مهارات البشر. وعندما يلتقون بباكي ستكون معركة قوية بين الطرفين والبقاء للأقوى. تصنيف الأنمي فنون قتالية أكشن شونين، ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 17 سنة، ولديه أجزاء سابقة، لكن تم إنتاج أجزاء جديدة له شاهدتها عبر نتفليكس، وهي عبارة عن جزئين، في الجزء الأول 26 حلقة والجزء الثاني 13 حلقة من إنتاج استوديو TMS Entertainment. وفي المركز الثاني معنا أنمي جوجيتسو كايسن. قصة الأنمي تتحدث عن الشخصية إيتادوري يوجي، يمضي أيامه في زيارة جده المتواجد بالمستشفى، وأيضا يدرس بالمدرسة الثانوية، لكن تغيرت حياته بعد وفاة جده، وحصل إيتادوري على أداة ملعونة ومحرمة تقضي على كل من يمتلكها. لكن عندما ابتلع يوجي ذلك الأصبع تغيرت حياته، وسكن بداخله شيطان يدعى ريومين سكونا الذي يحاول يوجي في السيطرة عليه، لكن ينتظره مصائب متتالية بسبب خطورة ما بداخل جسده. تصنيف الأنمي رعب أكشن خارق للطبيعة، ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 17 سنة. والأنمي ينقسم لفصلين، حيث يتكون من 24 حلقة، نصفه عرض في خريف 2020 وهي عبارة عن 13 حلقة مع حلقة خاصة تلخيصية لإحداث الموسم الأول، والنصف الآخر يعرض حاليا. والأنمي من إنتاج استوديو مابا. وأخيرا وليس آخرا في المركز الأول معنا أنمي The God of the High School. قصة الأنمي تتحدث عن الشخصية جين موري، طالب في الثانوية ويمتلك صديقين هما داي واي وميرا. شاركوا ثلاثتهم في بطولة التايكواندو تصنيفية للبحث عن أفضل مقاتلين من بين جميع طلاب المدارس الثانوية في كوريا، لكن اكتشف أنه يوجد شيء أعظم من كونها مباراة قتالية، حيث يوجد منظمة تراقب حركاتهم. تصنيف الأنمي مغامرة أكشن فنون قتالية، ويتناسب مع الفئة العمرية فوق 14 سنة، ويتكون من 13 حلقة من إنتاج استوديو مابا.
كان بحوزتي. أتمنى أن يكون مجهودي قد نال إعجابكم. لا تنسوا كتابة أفضل الأنميات أو أفضل أنمي شاهدتوه في سنة 2020. نلتقي مجددا بإذن الله في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.